لعل من المناسب فضيلة الدكتور صالح أن نسأل أيضا عن سؤال يتعلق بالميت بعد دفنه، أولئك الذين يصلون إلى المقبرة بعد أن يدفن الميت، فنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، هل ما كيفية الصلاة على الميت بعد دفنه في المقبرة؟ إذا فاتت المسلم الصلاة على أخيه قبل الدفن فإنه يصلي على قبره، صلي على قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على بعض القبور بعد دفنها، وذلك كما في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، قالوا إنها ماتت ليلا ودفنت، فأمر صلى الله عليه وسلم من يدله على قبرها وذهب إليه وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام. وكذلك في مرة أخرى انتهى إلى قبر رطب يعني حديث الدفن وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام، وصفة ذلك أن يجعل القبر بينه وبين القبلة وأن يصلي عليه كما يصلي على الجنازة تماما. نعم.